عمال يعني بتطلع على الموضوع، يعني الموضوع هذا شوية يعني حيرني، موضوع بروح لك عمال عم بدور عمال عم بشوف في نفس الاشي. يعني هم المواضيع هم عمال عم بيجيبوا أسئلة في مواضيع شمالها، شو اللي تستنتجوه انتو؟ او وضع الأسئلة عمال عم بجيب أسئلة ايش؟ شو بتستنتج مثل منه؟ لس كومن مش لس كومون، لس كومن بالعام عمارو عم بيجيب لك أسئلة لشغلات شو مالها عليها إيش يعني، خلاف يعني عليها خلاف. يعني هاي عمالي عم بتطلع على موضوع الأنتيبيوتيك بالهيرنيا، في ارتكل موجودة، هيها موجودة هنا في الباب ميد منتشرة على موضوع الارتكل هاي. انو سنة اشوف لكم، بس انو سنة بجوز اتوقع ولا في بجوز 2000 سنة شوية، اشوف بس انو سنة منتشرة. يعني بال 2015 هاي الارتكل بتحكي لك انتيبيوتيك بروفلاكسس ان اوبن انجوانال هيرنا ريبير ليتريتشر ريفيو. يعني هاي عبارة عن ليتريتشر ريفيو، ليتريتشر ريفيو بشكل عام الايفيدنس فيها بيكون كويس غالبا. شو كاتب لك؟ كاتب لك يوروبيان هيرنيا سوسايتي does not recommend routine antibiotic prophylaxis for elective inguinal hernia repair. However, هسه بخصوص الهيرنيوتومي دكتورة طلعت عليها كمان شوي أنا هسه. الهيرنيوتومي هي أن نشتغل على الهيرنيا، إذا عملنا حطينا مش مع الهيرنيوتومي هيك بسموها هيرنيورافي أو هيرنوبلاستي بسموها. الهيرنوبلاستي اللي هي عبارة عن الهيرنيوتومي مع الهيرنيورافي. بشكل عام الهيرنيوتومي هي أول خطوة بأي هيرنيا ريبير، يعني بأي هيرنيا ريبير أول خطوة اللي هو الهيرنيوتومي. بس نرجع للنقطة اللي فيها، اللي هو بيحكوا لك European Hernia Society does not recommend routine antibiotic prophylaxis for elective inguinal hernia repair. However, the last randomized control trial published by اسم الأوثر indicate that the use of prophylaxis antibiotic is effective for prevention of surgical site infection. يعني في دراسات مؤخراً طلعت بينت انه استخدام البروفيلاكتيك انتيبيوتيك للهيرنيا بيقلل من نسبه حدوث السيرجيكال سايت انفكشن. يعني اعطاء الانتيبيوتيك للهيرنيا ريبير هو محل خلاف. في ممكن تلاقي بعض الانستتيوشن ما بيعطوا انتيبيوتيك وبيحكوا لك انه الهيرنيا اذا كانت الكتف هيرنيا هي كلين سيرجري وما في داعي نعطي انتيبيوتيك، وهم معتمدين على 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 اجراءاتهم هاي طبعا على دراسات، وفي دراسات كثيره موجوده بالموضوع. هسه في اذر انستتيوشن بتعتمد على هاي الدراسه بتحكي لك الاعطاء البروفلاكت انت بتقلل من البوست اوب سيرجيكال سايت انفكشن. فلذلك اعطاء الانتيبيوتيك بالهيرنيتوم اعتمادا على هاي الدراسات وعلى هاي الارتكلز it can be given بامكاننا نعطيه، وهذا بيقلل نسبه البوست اوب سيرجيكال سايت انفكشن. وبنفس الوقت يمكن يجي لك اذر انستتيوشن او اذر اوثرز يحكوا لك لا ما بدنا نعطي لانه الهيرنيا هي كلين سيرجري وما في داعي نعطي. فلذلك موضوع الهيرنيا اتس كويشنبل اعطاء الانتيبيوتيك، بامكانك تعطي بامكانك ما تعطي. اذا الموضوع يعني مش متعلق كثير بالهيرنيا اتسلف، مع انه تعليق كمان الهيرنيا تسلف لها علاقة. إذا كانت الهيرنيا بتحتوي على بول وصار عندنا فتح للبول، بس هو المنطق إن نحكي إذا كان هيرنيا الأصل يوضح لي بالخيار يكون حط لك إنه شو ماله. إذا كانت الهيرنيا إذا كانت complicated هيرنيا with small bowel resection أو with bowel manipulation لازم يكون محدد لك بالسؤال أو بالخيار إنه كانت complicated هيرنيا ريبير complicated with small bowel resection أو بغض النظر. واضح؟ الإشي الروتيني يعني أو إذا كانت الهيرنيا نوعها strangulated هيرني هيك بتختلف. فلذلك هو يحط لك هيك كلمة هيرنيتومي لحالها. يعني نقعد نحذر بالامتحان. إيش هو؟ يا بدك تقعد تتحذر وتشوف إيش بقصد بالهيرنيتومي؟ إيش بقصد فيها يعني؟ وهذا إشي غلط يعني. أصول لجنة الامتحان الأسئلة زي هيك، الأصل هاي لو أنت بامتحانات
عالميه زي امتحانات اليو اس ام ال اي او البلاب او الامتحانات هاي، الاسئله زي هاي كلها شمالها، هاي الاسئله شمالها كلها بتنشط من الامتحان. السؤال هذا سؤال غلط، لا والله جوابهم انك كان حكيم دبروا حالكم هيك. ما بعرف هذا مش 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 مبدا انه ثاني شيء انتم بتحكوا لي بغيروا السؤال هو اكسبت، يعني ناسين يحطوا اكسبت، هذا كله هذا غلط بغلط، هذا غلط ما بيصير، هذا ما بيصير. وجوابهم دبر حالك، ما عندنا ما عندنا جواب. موضوع البرين الابسس كمان هذا مش سهل، هذا البرين الابسس، برين الابسس انت معظم حالات برين الابسس احنا ما بنعطي فيها انتبيوتيك الا اذا كان المريض عنده دي ام او امونوكومبرومايزد او عنده سيلولايتس. فالموضوع مش ما بعرف عباره عن يعني بهاي الطريقه انت عمالك عم بتحط اسئله بدك ما بتختبر، عباره عن الطالب عباره عن بدك زي ما بيحكوها بدك توقعه للطالب انت هيك، يعني عمالك عم بتحط له سؤال عشان ما جاوبه صح. فهذا غلط، يعني هذا مش اختبار، مش عباره عن قياس قدره لمعلومات الطالب، هذا صفه عباره عن انت بتحط له فخ عشان يوقع فيه عشان ما ينجح. هذا شيء ما بيصير غلط. على السؤال الالترا ساوند والبيتا اتش سي جي سالت الدكتور محمود قنديل شو جاوبه شو تعليقه. الدكتور محمود قنديل بيقول اي امراه فوق ال 30 سنه او اي امراه قادره على ان تكون حامل بنعمل لها البيتا اتش سي جي او لم الالترا ساوند. بس هي اللعبه بالكلمه امبورتنت اتوقع دكتور، هي اللعبه كلها بكلمه امبورتنت اتوقع. البيتا اتش سي جي ما اختلفنا لازم ينعمل، وهو شكله من الانيشال ستيبز اللي لازم نعملها زي الاف بي سي زي الليفر. اللعبه هو قال لي المجلس الطبي اعطي بيتا اتش سي جي لا تحط الترا ساوند. الدكتور اللي هو القنديل بتحكي انت؟ دكتور محمود قنديل. ما بقى زي ما حكيت لك، هي الاجوبه هاي ما بيعرف حلها الا مين، الا الوضع، الا الوضع السؤال حاط السؤال هو اللي بيعرف حله. واضح. طيب all of the following are true regarding inguinal hernia and hydrocele in children except. كله صح عن inguinal hernia والhydrocele in children except. inguinal hernia are more common in right side. شو رأيكوا الهيرنيا بشكل عام سواء عند الأطفال أو عند الأدلت more common in right side ولا لا؟ جملة هاي صحيحة 100%. inguinal hernia are almost always indirect. شو رأيكوا inguinal hernia عند الأطفال؟ هون سألني عن الأطفال، شو رأيكوا it's almost always indirect ولا لا؟ تفقين معي ولا لا؟ أكيد 100% هي اندايركت، ما بتلاقي دايركت نقول هنا عند الأطفال. طيب majority of hydrocele resolve spontaneously، هل هاي صح ولا لا؟ الهايدروسيل هو استسقاء الخصية اللي هي تجمع سوى الحول الخصية تروح لحالها، شو رأيكم؟ المانجمنت أصلا للهايدروسيل شو هو؟ wait and ايش and see، ومعظم الحالات بتروح لحالها. صحيح هاي المعلومة. بيحكي لك على العكس من مين؟ من الاندايركت انجوانال هيرنيا. الاندايركت انجوانال هيرنيا شو مالها؟ هل تروح لحالها ولا it need urgent surgical intervention؟ intercostal hernia need urgent surgical intervention، لازم نعملها urgent surgical intervention. طيب in infant scrotal trans illumination test، scrotal trans illumination differentiate well between the two conditions between the hydrocele والإنجوانال هيرنيا. هسا سؤالي لكم، هل الترانس illumination can differentiate ولا كانت ديفرنشيت؟ هل بامكانه تو ديفرنشيت ولا لا؟ سؤال لكم، كان ولا كانت؟ بامكانه ولا اذا في فلويد اكيوميليشن ببين بالتست ببين يعني ات كان ديفرنشيت. يس ات كود اللعبه بانه كلمه. هون رجعنا لموضوع اسئله الامتياز واللعب باسئله الامتياز اللي هي كلمه ايش اللي هي هل هو reliable sign للdifferentiation؟ يعني هل هو can differentiate well between الاثنين بين التو كونديشن؟ يعني هل بإمكانك عن طريق الترانس إلمينيشن تحلف 100% إنه هذا عنده هيرنيا وهذا عنده هيدروسيل؟ دكتور أنا بشوف في fluid accumulation بس ما بقدر أجزم إنها إيش. ما بتقدر تجزم، هاي هي النقطة، لذلك هي على الأغلب هاي هي الجواب. بحكي لك in many cases diagnosis of indirect hernia بيعتمد كثير على الهيستوري، شو رأيكم هل هاي صح ولا لا؟ diagnosis of hernia بيعتمد على الهيستوري ولا لا؟ إنه الطفل عنده ماس والماس هاي لما الطفل يعمل straining أو cry أو coughing أو sneezing الماس هاي بتطلع بالgroin area. هاي very typical scenario لإيش؟ لل indirect inguinal hernia، وهي هي صحيحه. الجواب هو دي على الاغلب. هاي اللي طلعوا هون في عندي انا اللي هي scrotal swelling. هاي scrotal swelling قد تكون indirect inguinal hernia وقد تكون ايش كمان؟ قد تكون ايش؟
هايدرو سيل ولا لا؟ قد يكون هايدرو سيل. هسا بخصوص الترانس اليمينيشن تيست هاي بخصوص الاندر دنجوال الهيرني هي بيحكي لك فيري امبورتانت عن طريق باي هيستوري الدياجنوزس كان بي ميد باي هيستوري. هون الحكي عن الاندر دنجوال الهيرني الهيستوري از فيري امبورتانت هيستوري اوف انترميتنت بلج ان ذا جروين ذات هاف بين نوتد ان ذا تايم اوف انكريز انتر ابدومينال بريشر اللي هو ديورينج سترينينج او كراينج او سنيزنج او هاي الاشياء. طيب هسا اللي طلعوا بالنسبه للهايدروسيل هون حاكي لك المعلومه هاي حكي لك انه هاي الهايدروسيل هاي الشرع عن الهايدروسيل. هايدروسيل في عندي نان كوميونيكيتنج هايدروسيل اللي هي انسيستد هايدروسيل في عندي كوميونيكيتد هايدروسيل هسا هيو كاتب بحكي لك ترانس اليمينيشن تيست او ترانس اليمينيشن كان شو ترانسلوسنت سويلنج سجستنج اوف فلويد فيل كورد او سجستنج اوف هايدروسيل. However, this is not sensitive test to evaluate the inguinal area. يعني ما it's not sensitive. يعني ما بنقدر نعتمد عليه 100% to evaluate the inguinal area. أو ما بنقدر نعتمد عليه عشان أفرق ما بين it's unreliable. يعني ما بقدر أوثق فيه عشان أفرق والله إنه هاي inguinal area أو هاي هيدروسيل. هل متفقين معي ولا لا؟ لذلك على الأغلب الجواب هو دي. الجواب هو إيش؟ دي. مرة أخرى بحكي لكم هي. أجوبة هاي اجتهاد منا الشرط تكون الأجوبة الصحيحة ولكن زي ما حكيت لكم على الأغلب هو الجواب إيه دي باقي الجواب أجوبة باقي الجمل هي صحيحة. هاي الموضوع الإنجوان الهيرني أنا هنا شارحه بشكل هيك مختصر موضوع الهيرني هنا الهايدروسيل كمان مشروح بشكل كمان مختصر. طيب حكي لك all of the following should be checked before induction of anesthesia in patient planned for paraumbilical hernia repair except. شو رأيكم يعني هذا السؤال كمان سؤال اندل عشي دل إنه شو معنى وضع الأسئلة وهذا الأسئلة يعني إنه إيش السؤال هذا يعني إيش فاهم شو الغاية من السؤال هذا سألينهم عن قال المعلومات الآتية has to be checked لازم نشيكها قبل الإندكشن of anesthesia للpatient planned for paraumbilical hernia يعني هيك هذا شو ما هي الغاية من وضع السؤال زي هذا إيش الغاية من وضع السؤال زي هيك من ناحية جراحية يعني عمالك عم تختبر الطالب من أي ناحية يعني من ناحية إنه إيش يعني هيك بتختبره إنه بيعرف يعني مش عارف ولا من أي ناحية مش عارف أنا لازم يكون في غاية وفي هدف من وضع الأسئلة هون أنا بالسؤال هذا مش عارف شو الغاية من وضعه لطالب امتياز بده يدخل على الحياة العملية ويصير جي بي يصير جنرال براكتيشنر إيش الغاية من السؤال هذا لإله. أتوقع أن المنطق أنك تجيب له سؤال أنه يجي مريض عنده أكيوت أبدومين أنه شو يتصرف أو أنه يجي مريض عنده هيد تروما شو يعمل له مانجمنت أو يجي مريض عنده جان شوت وشو يعمل له مانجمنت او يجي مريض عنده مثلا فراكتشر بالابر لمب لور لمب او بالفيك فراكتشر شو يعمل له مانجمنت. هذا الشيء منطق انك تجيب سؤال لطبيب متخرج وبده يدخل على حاله عمليه على الجنرال براكتشر هذا هو الغايه من انك تختبره مش ما بعرف شو الغايه من السؤال هذا السؤال عن هو سال عن ايش سال عن ما بعرف. اكيد كلكم دخلتوا غرف عمليات في غرفه العمليه في بروتوكول بنعمل ما بعرف بالأردن مش كثير بيلتزموا فيه بتعرفوا شو اسم هالإشي اللي بيعملوه قبل أي عملية بيعملوا إشي اسمه إيش check بسموها surgical safety checklist عمركم سمعتوا فيها surgical safety checklist قبل أي يعني induction of anesthesia لازم تنعمل surgical safety checklist surgical safety checklist فيه لها 3 part في لها بارد قبل الاندكشن اوف انستيزيا اسمها ساين ان في لها بارد قبل السيرجيكال اكسجن قبل السيرجيكال انسجن عفوا اللي هي اسمها تايم اوت في لها بارد اخر العمليه اللي هو اسمها ساين اوت هذول هم الثري بارت ساين ان تايم اوت ساين اوت هذول هم وهي مثال عليها هذا مثال عليها هيو اللي هو دبليو اتش او سيرجيكال سيفتي تشيك ليست او هاي زي ما بدكم ساين ان تايم اوت اند ساين اوت يعني بس سؤالي لكم يعني هاي الشيء بتلاقوه بالكتب الجراحه اللي قارئ كتب جراحه بتلاقي هذا الشيء يعني كتاب الانا ماس اذا بتقراوه اللي هو معتمدينه بتلاقي مشاريع عن هذا الشيء سؤال هذا سؤال يعني هذا سؤال بنطرح كمان من المجلس الطبي بيحكي لك بدنا نحط مراجع ومننا نلتزم بالمراجع احنا ما بنجيب الا من المراجع هل متطرق لهي النقطه ما اتوقع انه متطرق لهي النقطه موضوع السيرجيكال سيفتي تشيك ليست يعني
ما بعرف ايش على اساس بحطوا الاسئله، او هل في لجنه بتراجع الاسئله هاي اللي انحطت؟ هل هي اعتمدوا على المراجع اللي معتمدينها لاطباء الامتياز ولا لا؟ كونفيرم ذا بيشنت نيم، شو رايكم؟ كونفيرم ذا بيشنت نيم احد الاشياء المهمه لازم تشيكها قبل الاندكشن اوف انستيزيا ولا لا؟ لازم تكونفيرم بيشنت نيم، بلاش يكون ايش على على التيبل يكون مين؟ بلاش يكون على التيبل مريض اخر. تصير يعني الهدف من هاي التشيك الهدف هو السيفتي، صح ولا لا؟ لازم نشيك اسم المريض قبل ما الاندكشن نسيت، هاي مهمه جدا نعرفها. لازم يكون عندنا الرايت بيرسون، المريض الصحيح. كونفيرم الدياجنوزس، هل هاي احد البارت فكركم ان نعملها قبل الاندكشن نسيت، نعمل تثبت من او تحقق من التشخيص المنطقي؟ يعني بامكاننا نجاوب السؤال بمنطقي، يعني انت تفكر هل منطقي ان نعمل كونفيرميشن للدياجنوزس؟ شو رايكم؟ هذا غير منطقي ان نعمله. الكونفيرميشن دياجنوز الاصل يكون قبل، مش وقت قبل الاندكشن انستيزيا. تشيك اذا كونسنت، لازم نشيك الكونسنت انه المريض موافق ولا لا. اكيد لازم نشيك الكونسنت المريض، لازم نشيك الكونسنت، لازم المريض يكون سايند الكونسنت، يعني ما هو موقع الكونسنت. مارك ذا سايت اوف بروسيجر، لازم نشيك السايت اوف بروسيجر انه هو ليفت سايد ني ارثروبلاستي او رايت سايد ني ارثروبلاستي او ليفت سايد هيب ارثروبلاستي او مثلاً right hemicolectomy, left hemicolectomy, right nephrectomy, left nephrectomy. لازم يكون هاي مهمة. Ask for non-allergy كمان هاي مهمة، لازم نسأل المريض عن هل عنده allergy ولا لا، عنده حساسية من إشي. لذلك الجواب هو confirm the diagnosis. ما بنعمل إحنا هذا الإشي، واضح روتينلي. وهي أمثلة على WHO surgical safety checklist، هاي الأشياء اللي بسأل عنها. Identity اللي هو اسم المريض، procedure الاسم البروسيجر والسايت موقعها، consent signed هل الكونسنت موقع ولا لا، الموافقه، consent form in date التاريخ، does the patient have non allergy، عن الالرجي بنسال عن الالرجي، واضح النقطه ولا لا؟ هذا كلها احنا بنعملها قبل في الساين ان. طيب في عندنا اشياء كثيره يعني بنعمل احنا، مش بس هاي surgical safety checklist. في عندنا اشياء cognitive aid في الامرجنسي امرات نعملها موجوده اذا كان في عندي اي emergency intraoperative. طيب السؤال بعد سؤال 15، ان average adult all of the following are compatible with class 2 hemorrhage except class 2 hemorrhage. هون سألني عن الهيموريجيك شوك. هيموريجيك شوك كم كلاس له؟ كم كلاس له؟ أربعة كلاس. هون سألني عنه كلاس، كلاس 2. شو له blood loss 1000؟ قديش blood loss هو بالكلاس 2؟ من 750 ل 1500. إذا 1000 صحيحة ولا لا؟ صحيحة. heart rate 130 120 غلط، هي من 100 لقديش؟ إلى 120. ممتازة، أن تكون أقل 120. postural hypotension صحيح. هم لما يكونوا lying flat بتلاقي عندهم hypotension، لما يكونوا نايمين سوباين هل بنلاقي عندهم hypotension لما نقيسهم للضغط؟ دكتور بس بس يصير pooling للفين بالضبط. المريض يكون lying flat، لما يكون المريض lying flat وعنده class 2 ما بكون عنده hypotension. مجرد ما أنت ترفع المريض head up أو في حال إنك نزلت الإجرين المريض، المريض بصير عنده هايبوتنشن، فهذا بسموه بوستشرال هايبوتنشن. فلذلك في الكلاس 1 و 2 هل في عندنا هايبوتنشن ولا البد بشر نورمال؟ بد بشر بيكون نورمال، بس بد بشر هذا لما يكون المريض لاينج فلات. في الكلاس 2 إذا المريض غيرنا وضعيته بصير عنده أورثوستاتيك هايبوتنشن، أما بكلاس 3 و 4 ديفينتلي بيكون عندهم هايبوتنشن. طيب anxiety anxious، بيكون المريض اكيد بيكون عنده anxiety. decrease central venous pressure CVB، CVB اكيد بقل في الهايبوفوليميا بشكل عام، بالكلاس 2 اكيد CVB بقل. ولذلك الجواب هو ايش؟ heart rate 130. هون سالني عن الايش؟ عن الهايبوفوليميك شوك والكلاسز. في عندي كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4، لازم تعرفوهم. هذا السؤال اجى قبل هالمره او سؤال شبيه له، هذا لازم تعرفوهم، هذول اسالوا عنهم. لازم تعرفوا الهيموداينامك بروفايل للشوك للمرضى اللي عندهم شوك بانواع الشوك المختلفه، هاي فوليميك شوك، كارديوجينيك شوك، ديستريبيوتيف شوك، اوبستراك شوك، والهاي موداينامك تشينجز، بريلود، بام فانكشن يعني اجكشن فراكشن او الكونتراكتيليتي، افتر لود، اند تيشو برفيوجن. لازم تعرفوهم، هذول مهمات جدا، بيسالوا عنهم دائما في الامتحان. طيب all of the following are increased amount of insensible water loss except. بس الووتر لوس عندي انا sensible water loss، هذا اللي احنا easily measured بإمكاننا نقيسه بسهولة. sensible water loss زي إيش؟ زي من إيش؟
diarrhea, vomiting. من الكدني مثلا او من الجي اي تراكت، من الابر جي اي تراكت فوميتنج او من اللور جي اي تراكت من الدياريا، صح ولا لا؟ هذا سنسبل. الانسنسبل وين الانسنسبل؟ من السكن. هل الووتر نفقده من السكن بامكاننا نحسبه بسهوله؟ اكيد لا. وايش كمان؟ عن طريق الريسبيراتوري تراكت، عن طريق الريسبيريشن. طيب احكي لك all of the following increase the amount insensible water loss except dry weather. بزيد insensible loss ولا لا dry weather؟ طقس الجاف، طقس الجاف اذا قرنته انا مع الـ مع الـ مع الـ wet weather، مع الـ wet weather اكيد dry weather بزيد. hot weather، hot weather مقارنه مع الـ cold weather يعني الصيف والشتاء، بزيد ولا لا؟ بزيد، بزيد اكيد. فيفر مقارنه مع النورموثيرميا، واحد عنده حراره واحد ما عنده حراره، بزيد عند الانسنسبل ووتر لوس ولا لا؟ بزيد، اكيد بزيد. دياريا، دياريا هي احد، هي الدياريا هي احد انواع الانسنسبل ولا السنسبل؟ سنسبل. ولو واحد يكون عنده دياريا الاصل شو يصير في الانسنسبل ووتر لوس؟ كون عنده دياريا وجسم الانسان مبني على الكومبنسيشن، شو الاصل يصير في الاصل الانسنسبل ووتر لوس؟ شو يصير فيه؟ جل قل كومبنسيشن، لانه بصير عندي اكتيفيشن للرينين انجيوزين الدوسترون سيستم، فالدوسترون بعلى، هذا بقلل السويتنج، لذلك الدياري غلط. تريكستومي اكيد بتزيد عن طريق ريسبيراتوري تراكت، فتريكستومي بتزيد، فالجواب هو دياريا. دياريا واضح. طيب السؤال بعدي 17. all of the following are true about abdominal aortic aneurysm except most are infrarenal. الابدومينال aortic aneurysm mostly بتكون مش سوبرارينال ولا بارارينال، انفرارينال. انفرارينال يعني تحت الرينال ارتري. شو رايكم؟ صحيح ولا لا؟ صحيح. معظم الابدومينال اورتيك انوريزم بيجي انفرارينال. موست ار فوزي فورم ان شيب. فوزي فورم زي هذا الشكل، فوزي فورم زي هذا الشكل، فوزي فورم. شو رايكم؟ صحيح هاي المعلومه كمان، هاي صحيحه، معظمهم بيكونوا فوزي فورم ان شيب. موستلي ار دي تو اثيروسكليروزس، يعني موست كومن كوز الابدومينال اورتيك انوريزم هو اثيروسكليروزس، يعني يكون ديجنريتيف شينجز. شو رايكم؟ أكيد هاي صحيحة 100%. Associated with peripheral arterial occlusive disease in the most of the cases. هل هاي صحيحة؟ هل معظم المرضى اللي عندهم abdominal aortic aneurysm بنلاقي عندهم peripheral arterial occlusive disease؟ دكتور ما في association معانا. إيش هو؟ ما في association مع ال peripheral disease. اي بالضبط، هسه رح نحكي عن الريسك فاكتور والهذولا. البريفيرال ارتيريال اوكلوزيف ديزيز مش من الريسك فاكتور او مش من هذا، فهاي هي الجواب الغلط. سي تي سكان از ريكوايرد فور ديفينيتيف ايفالويشن او ديفينيتيف دياجنوزس، اكيد منا سي تي سكان، صح ولا لا؟ سي تي سكان وذ انجيو امراض احنا بنحتاج، صح ولا لا؟ فهاي صحيحه. بحكي لك الاكسبلانيشن، هي الابدومينال اورتيك انوريزم سؤال بيجي عليه. شيب فوزي فورم هو دايليتيشن اوف ذا ابدومينال اورتا more than 1.5 time، أو إذا كان بالسنتيمتر عند الأدلت أكثر من قديش؟ أكثر من 5. لا أكثر من 5 هذا لما نفكر بالجراحة، أما هي أكثر من قديش؟ أكثر من 3 سنتيمتر. أكثر من 5 أو أصلا مؤخرا صريح 5.5، أكثر من 5.5 هي الانديكيشن فور سيرجيكال انترفنشن. على كل حال incidence هو 2% of elderly population، 9 times more common in male مقارنة مع الفيميل. etiology degenerative، الاثيروسكليروز هو most common cause للابدومينال اورتيك انوريزم. ريسك فاكتور هي الاولد ايج، ميل سكس، سيجاريت سموكينج، بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف ابدومينال اورتيك انوريزم، اذر لارج ارتري انوريزم، اثيروسكليروزس اند هايبرتنشن. هذول هم الريسك فاكتور. لاحظوا مش من واحده منهم البريفيرال فاسكولار ايش حط لك بريفيرال ارتيريال اكلوزيف ديزيز، مش واحده منهم. ريسك فاكتور فور رابتشر هو الدياستوليك هايبرتنشن، هو الانيشيالي لارج سايز ات دياجنوزس او كرونيك ابستراكتيف بلمونري ديزيز، هو ريسك للرابتشر. كلاسيفيكيشن تفضل. ممكن دكتور مقصود بالبريفيرال اكلوزيف انه الهايبرتنشن ريسك للثوراسيك انيوريزم مش للابدومينال. الابدومينال سموكينج والثوراسيك هايبرتنشن اللي هو البريفيرال ارتري اكلوزيف ديزيز بصير في النيكروز، يعني هايبرتنشن اللي هو ريسك للثوراسيك مش للابدومينال. الهايبرتنشن هو ريسك للثوراسيك، هو ما الفرق؟ يس صحيح. سموكينج بيكون للابدومينال والهايبرتنشن، اجى اسئله على هذا الشيء شفته يعني انا، انه السموكينج بيكون للابدومينال والهايبرتنشن بيكون للثوراسيك، عشان هيك البريفيرال بتكون هايبرتنشن ثوراسيك انيوريزم. احتمال يعني الهايبرتنشن ما بيجي مع الابدومينال، هو ريسك فاكتور للثوراسيك، قد يكون قد يكون. طيب هون الانواع الانوريزم من ناحيه موقعها، في عندي انا سوبرارينال زي ما انتم شايفين، في عندي انا بارارينال، في عندي جوكسترينال،
في عندي أنا infrarenal. Infrarenal هي most common. هاي هي most common. تقريباً 2/3 of the cases of abdominal aortic aneurysm هم infrarenal abdominal. Indication for surgery أو for repair size هو أهم شيء. Size at which the risk of rupture exceed the risk of mortality. Exceed the risk of mortality from the operation. بحكي لك increasing in size هذا indication. إذا عملها عم بتزيد لازم نعملها follow up. Consider factor that increase risk of rupture هم diastolic hypertension and COPD and pain over the abdominal aortic aneurysm site. هذول الثلاثة هم indication for أهم واحدة طبعا size أو most common هي size. Diagnosis نعمل examination بنلاقي عندهم pulsatile abdominal mass, periumbilical palpable pulsatile abdominal mass. هاي مهمة جدا في examination. CT scan هي ال provide information عن موقع والثيكنس واللوكيشن تبع الابدومينال اورتيك انوريزم وهل فيها كومبليكيشن ولا لا زي الليك. ام ار اي امرات مضطر ان نعمل. هسه لو حكى لي بدي اعمل انا فولو اب للابدومينال اورتيك انوريزم او بدي اعمل سكرينينج للابدومينال اورتيك انوريزم، شو البيست انفستيجيشن للسكرينينج او للفولو اب؟ شو الجواب؟ جواب ابدومينال التراساوند. الجواب شو هو؟ ابدومينال التراساوند. ابدومينال التراساوند يوزد فريكوينتلي تو فولو اب اند فور سكرينينج. هسا بخصوص الريبير اوف ابدومينال اورتيك، في عندي تو اوبشنز، في عندي اوبر ريبير وفي عندي اندوفاسكولار ريبير اللي هي ايفار. في عندي انا اوبر ريبير، واضح اوبر ريبير، هي الاوبر ريبير، اوبر ريبير. وفي عندي انا اندوفاسكولار ريبير اللي هو هذا، ان انا احط شبكه داخليه من جوا، احط شبكه ايش من جوا زي ما انتم شايفين شبكه من جوا. بحكي لك السمري اند، هاي السمري بخصوص الموضوع هذا. عند الموست ادلت اورتيك ديامت اكثر من 3 سنتيمتر هذا definition considered as aneurysmal. Risk factor هون حط لك risk factor of development abdominal aortic aneurysm include old age, male sex, cigarette smoking, positive family history and presence of large artery aneurysm زي الأورتو إليك aneurysm. طيب ال definitive diagnosis حكينا معتمد على ال CT scan، هو أهم شيء معتمد عليه. طيب بخصوص ال screening زي ما حكيت لكم نعمل screening للمن أعمارهم أعلى من 65 سنة who have ever smoked and suggest screening men aged من 65 إلى 75 who have first degree relative who has been diagnosed with abdominal aortic aneurysm. هذول هم الناس الـ at risk، لازم نعملهم إحنا ألتراساوند. بخصوص الـ management هيو asymptomatic infrarenal abdominal aortic aneurysm أقل من 5.5 هذول بنعمل conservative and follow-up management watchful waiting أو wait and see. أما إذا كانت والله الديامتر صار أعلى أو يساوي 5.5 هاي indication for ايش؟ even حتى لو كانت asymptomatic it's indication for surgical intervention. لذلك الرقم هذا magic number لازم تعرفوه، 5.5 سنتيمتر. Which of the following is the false regarding chemical burn؟ سؤال هذا نوعا ما سهل. Acid caused more damage to deeper tissue than alkaline، هل هاي صح ولا غلط؟ False. اللي بيعمل more damage alkaline، صح ولا لا؟ الكلام بيعمل مور دامج. هسه مين اللي بيعمل مور رابيد دامج او مور فاست اونست دامج؟ مين الاونست اوف دامج بتكون اسرع؟ هاي الطلب بحكي لك ذا اونست اوف بين مي بي ديليد ان الكالي بيرن. يعني الكالي بيرن بيعمل لنا ديليد دامج او ديليد بين. شو رايكم؟ ممكن دكتور عشان بيعمل صحيحه لانه باخذ وقت عبين ما يخترق الانسجه الالكالي على العكس من الاسد. الاسد بيعمل حرق بشكل سريع، فلذلك الاسد الانست للبين بيكون ايرلي والدمج بيكون اقل. الالكالي الالم بيكون متاخر والدمج بيكون اكثر. ووتر اريجيشن شود بي فيرست لاين اوف تريتمنت اني كيميكال بيرن، صحيح هاي ولا لا؟ ووتر اريجيشن هي اول ستيب بنعمله. ادمشن تو بيرن يونت، هل الكيميكال بيرن انديكيشن للادمشن للبيرن يونت ولا لا؟ لازم تعرفوا انتم البيرن وتعرفوا الانديكيشن. الانديكيشن لازم تعرفوهم والارقام لازم تعرفوهم. هنا احد الانديكيشن للادمشن للبيرن يونت الكيميكال بيرن، انهاليشنال بيرن، الكتريكال بيرن اذا كانت هاي فولتج فيها يعني انديكيشن. لازم تعرفوا البادي سيرفيس اريا وعمر المريض. الاطفال لهم ارقام والاولد ايج لهم اطفال ارقام. طب اتس كومنلي سين ان فاكتورز اند هاوس هولد ديترجنتس، يعني المنظفات المنازل اللي هو أطفال يمكن يشرب إشي بالغلط سواء مادة تنظيف
وبصير عنده الحرق. هذا هذا صحيح، هذا هو الموست كومن كوز اصلا. يا بصير في المصانع، مصانع اللي بتعمل هاي الاشياء، او بصير بالمنازل عن طريق المنظفات. هذا الحكي بخصوص الالكالي and الالكالي بيرن كوز جريتر تيشو ديستركشن اند دامج ذان كومبارابل اسيد بيرن. فهي مهمه جدا. سؤال بعدي بحكي لك 35 year old patient arrived to your emergency room with 50% total body surface area burn due to electrical injury. Due to electrical ash injury. يعني عنده electrical burn. His weight 80 kilogram. Important consideration for this patient include all of the following except. شو رأيكم؟ Monitor EKG يعني ECG for dysrhythmia. صحيح هاي ولا لا؟ True. طيب. Most common cause of death of electrical burn patient is most common cause of early death هو الأرثمية. واضح؟ شو most common أرثمية؟ Ventricular tachycardia. Ventricular fibrillation. إذا كان lightning injury يعني زي البرق، ضربة برق ضربته، تكون asystole. إذا كانت electrical injury اللي هي direct أو alternating current أو direct current بتكون ventricular fibrillation most common. طيب observe for hemoglobinuria. بصير عندهم rhabdomyolysis. إذا الكهرباء مرت في العضلات تعمل حرق في العضلات، تعمل دمج في العضلات، تعمل rhabdomyolysis. rhabdomyolysis بيعمل hemoglobinuria، والhemoglobinuria شو بيعمل؟ دكتور بتصير rhabdomyolysis ولا direct hemolysis للار بي سي؟ نفس لا ليش؟ لا rhabdomyolysis بصير. رابدوميوليزس هذا اللي بيعمل ميوغلوبينوريا، والميوغلوبينوريا يمكن يعمل اي كي اي. الهيموغلوبينوريا اوبزيرف فور هيموغلوبينوريا، يمكن يصير عندهم هيموغلوبينوريا كمان اولسو، يمكن يصير عندهم هيموغلوبينوريا صحيحه. طيب فلويد ريسوسيتيشن وذ جول 20 سي سي يورين اوتبوت بير اور، شو رايكم فلويد ريسوسيتيشن وذ جول اوف 20 سي سي يورين اوتبوت بير اور؟ هل هاي صحيحة الجول؟ شو الجول لازم نعتمده إحنا؟ مريض وزنه 80 كيلوغرام، لازم يكون على الأقل قديش اللي هو اللور ليميت أوف نورمال. شو اللور ليميت أوف نورمال؟ 0.5 ml per kg per hour. يعني قديش لازم تطلع المريض الوزنه 80؟ قديش لازم تكون؟ 40 سي سي. وين حط لك إياها جماله؟ 20 سي سي. 20 سي سي يعني هون بدل الـ 0.5 شو حط لك؟ 0.25. هل هاي صح؟ هاي خطأ، هاي خطأ. طيب monitor for compartment syndrome. يمكن يصير عندهم rhabdomyolysis، وهذا rhabdomyolysis يمكن يعمل compartment syndrome. إذا كان الـ إذا صار عندي أنا مثلاً، إذا كان الإلكتريكال بيرن كان سيركولر، إذا كان يعني دائري أو إذا كان حلقي، شو رأيكم؟ يمكن يصير ولا لا؟ إذا كان الحرق الكهربائي كان دائري، يمكن يعمل سكار مكانه، هذا السكار يعمل loss of blood supply وهذا يعمل compartment syndrome ولا لا؟ بأمل يعمل أكيد. Consider 8 liter of fluid resuscitation in the first 8 hour. 8 لتر من وين اجت هاي؟ من الباركلاند فورمولا اللي هو 4 ml of ايش؟ رينجر لاكتيت، ونضربها ضرب قديش؟ ضرب وزن المريض، وزن المريض قديش؟ 80، ونضربها ضرب قديش؟ ضرب 50%. قديش بطلع النتيجه هنا؟ 0 5 ب 4 20 2 ب 8 16. اذا قديش بطلع؟ اللي هو 16 لتر. 16 لتر مقسمه معي ايش؟ اثنين، بطلع 8 لتر. 8 لتر هذول بنعطيهم اول 8 ساعات ولا لا؟ وال8 لتر الثانيين متى بنعطيهم؟ قد ايش؟ 16 ساعه. سؤالي لكم، هل الباركلاند فورمولا تستخدم للالكتريكال بيرن؟ لا، ما تستخدم للالكتريكال بيرن. بس هو بده اياها ايش؟ بده اياها تستخدم ولا ما بده اياها تستخدم؟ شو رايكم؟ بده اياها الممتحن، بده اياها الباركلاند فورمولا بتنفع للالكتريكال بيرن ولا ما بده اياها؟ دكتور ليش ما بتستخدم؟ هاي بدي لانه انت هل البادي سيرفيس اريا والرول اوف 9 اتس كان بي يوزد فور الكتريكال بيرن، او هل الرول اوف 9
هي يعني هسه حجم البيرن في الالكتريكال بيرن، حجم البيرن الخارجي، هل بيكون بامكان نعمل له اسسمنت عن طريق الرول اوف 9؟ لا طبعا لا ما بنفع والله نقطه لا. لذلك البارن هو معطيه بالسؤال معطيه 50% يعني هو معطي مش مطلوب نحسبه، لو مطلوب نحسبه ممكن، بس اذا معطيه وين المشكله؟ انا ما عندي تعليق. انا عارف انه معطيك، ما هو معطيك سؤال عشان تحسبها انت، بس انا بحكي لك انه البارلاند فورمولا، البارلاند فورمولا لا تستخدم في الالكتريكال بيرن. باركلاند اند سيميرال فورمولا يوزد فور فلويد ريسستيشن فولوينج ثيرمال بيرن شود نوت بي ابلايد تو الكتريكال انجري. فاهم علي؟ واضح دكتور. هلا فهمت. بس هو الاكزامينر شو بده يستخدمها ولا ما بده يستخدمها؟ لا بده يستخدمها، بده يستخدمها. فانت بتحكي له ايش؟ بدي انا، بما انك انت بدك تستخدمها شو بتحكي له؟ انا بدي استخدمها كمان. مع انه شو ماله العلم بحكي لك والاب تو ديت بحكي لك، بحكي لك لا يستخدم او ما بنفع نستخدم باركلاند فورمولا، يعني بحكي لك ان افكتيف او ما بنفع نستخدمها. على كل حال هو بده اياها تستخدمها، استخدمها انت، ما في مشكله عادي، استخدم الباركلاند فورمولا. الجواب بيطلع اذا استخدمت باركلاند فورمولا بيطلع الجمله هي صحيحه، ما في عليها اي مشكله يعني. بس ان جنرال الباركلاند فورمولا ما بتنفع للالكتريكال بيرن ان جنرال. الجمله سي هي الجمله الايش الخاطئه، وهي هي الجواب. واضح دكتور؟ ممكن تعيد حساب الفلويد ريسوسيتيشن كيف طلعت معنا؟ هي الباركلاند فورمولا بتحكي لك 4 ام ال رينجر لاكتيت ضرب وزن المريض ضرب البادي سيرفيس اريا. لايش؟ لانه بيرن، لانه درجات بيرن. حدا بيعرف انه درجات بيرن باركلاند لما وصف الفورمولا تبعته؟ ثيرد والفورث، ثيرد ديجري، درجة الثانية والثالثة، واذا كان في رابعة بامكانك تحطها. درجة الثانية اي شيء اعلى من درجة الثانية، ثانية وثالثة. هسه بالامتحان شو راح تضيف انت؟ انه درجة الفيرست ديجري. ولما يسالوك شو بتحكي لهم؟ مين اللي حكى المعلومة هاي؟ دكتور فادي حكى المعلومة هاي. واضح النقطة ولا لا؟ هاي خطأ دائما بغلطوا في الطلاب، بحطوا لك بحطوا الفيرست ديجري وبحسبوهم على الفيرست ديجري، بتطلع معهم النتيجة شو مالها؟ النتيجة بتطلع معهم بتكون موجود ضمن الخيارات ولا لا؟ بتفاجئ انه النتيجة بتكون موجود ضمن الخيارات فبجاوبها، بتطلع الجواب غلط. الانتبه انه الفيرست ديجري ما بتنحط ضمن البارهن فورمولا او ما بتنحسب ضمن الرول اوف 9 في البادي سيرفيس اريا لما نحسب الريسستيشن فلويد. هسه نضرب احنا 4 ضرب 80 ضرب 50 تطلع قديش؟ اضرب هاي المجموع هذا كله بيطلع عندك 16 لتر. 16 لتر هذا بتعطي انت نصه اول 8 ساعات اللي هو 8 لتر، ونص الباقي على 16 ساعه. هاي هي التقسيمه بس. واضح؟ هسه لو حكى لك بده اياها بير اور اول 8 ساعات قديش تطلع؟ 8000 على قديش؟ 24. 8000 على 8 قديش؟ 8000 على 8 ساعات قديش بيطلع بير اور؟ ثمانية 8 لتر على 8 قديش تطلع؟ اللي هو 1000 ام ال، اللي هو يعني ايش؟ يعني 1 لتر بير ايش؟ بير اور، 1 لتر بير اور. واضح؟ طب لو اجاك مهاوش حكى لك بده اياها بير كي جي، بير كي جي حكى لك بدي اياها بير اور بير كي جي بودي ويت، تاخذ انت ال1 لتر شو بتقسمها على قديش؟ على 80 صح ولا لا؟ لانه وزن المريض 80. فبتاخذ ال1000 قسمها على 80 بيطلع قديش؟ 100 على ايش؟ على 8. 100 على 8 قديش 100 على 8؟ بتطلع 100 على 8 يعني ما بعرف قديش، بتطلع 100 على 8 يعني بتطلع بجوز اتوقع 100 قديش؟ بجوز 12 بجوز 20 100 على 8 100 على 5. لا دكتور 11 12 بس ايش هو؟ اذا بده اياها بده اياها بير كي جي بودي ويت، بده الفلو امرات ما هو بقعد بلعب لك بالاجوبه اللي بده اياها، بحكي لك بدي اياها بير كي جي بودي ويت، بدي اياها بير اور بير كي جي بودي ويت، تروح على وزن المريض، وزن المريض 80 فتاخذ انت هذا بتحسبها. على كل حال ما بدي انا ادخل بالتفاصيل هاي، واضح السؤال يعني الاصل ما يجيب لك يغير لك وحدات اللي بدي اياها. واضح؟ اول على 8 ساعات المريض بده 8 لتر، اذا بدي اياها بير اور خلص اقسم انت هذول الثمانية على 8 لتر على 8 ساعات بيطلع بالساعه 1 لتر. واضح؟ طيب
هون حط لك انا انواع الالكتريكال بير من ناحيه الفولتج. في عندي انا هاي فولتج، في عندي لو فولتج، في عندي لايتنينج بير. اسوا واحد وهذا بدي الى يعني ايميديت ارست اللي هو اللايتنينج، والهاي فولتج بيكون الدمج فيه اقل ولكنه كمان خطير، وهذول بدهم 100% دخول للمستشفى. اللو فولتج لا، بامكانك المريض اذا كان والله لفتره قصيره لو فولتج يمكن انك تعمل له جاست اوبزرفيشن 6 ساعات 12 ساعه بامكانك تروحه. طيب الـ هون حط لك على الالكتريكال بيرن كيف نعمل له مانجمنت. المانيفستيشن اللي بيجي فيها الاورجن سيستم انفولفمنت لاحظوا انها كثير. اهم واحده واخطر واحده هي الكاردك، اهم واحده واخطر واحده الكاردك. الارثمي هو يمثل most common cause of ايش of death. طيب هسه شو الشيء اللي بعديه؟ السؤال اللي بعديه بيحكي لك اللي هو 24 year old women is scheduled for elective cholecystectomy. The best method for identifying potential bleeding is which of the following. هذا سؤال قديم كمان، جابوه مره في امتحان الامتياز زمان قبل بجوز اكثر من 5 سنوات. شو رايكم؟ 24 years old عندها elective cholecystectomy، which of the best method to identify potential risk of bleeding. هل نعملها فحص دم ونطلع على platelet count، ولا ناخذ منها complete history and physical examination، ولا نطلب لها فحص bleeding time، ونطلب لها فحص البي تي تي، ولا نطلب لها فحص البي تي؟ شو رايكم؟ بي بي بي. جواب هو ايش؟ بي. طيب هذا الاشي بكون هذا بكون مكتوب بالكتاب، هذا يعني هذا الموضوع مناقش في الكتب، كتب الجراحه. لو طلعتوا كتاب بيلي اند لافز، لا والله ما هو مناقش ولا مش مناقش. هذا وين مناقش يعني الوضع الاسري؟ وين هذا بتلاقيه مناقش؟ هذا مناقش في ال... في ال... في بتلاقيه في بيبرز وبارتيكلز بار... يعني بدك تطلع على المجلات، بتلاقي في المجلات يعني هاي ال... هاي الاسئله تناقش في مجلات. يعني هذا انا جايب المرجع تبعي جايبه من مجله، طلع جايبه من هيو من الان سي بي اي اللي هو من مجله من البابمنت. هاي الاسئله ولاحظوا انه في اسئله كثير معتمد فيها على ايش؟ على اشياء تناقش في مجلات وبارتيكلز وبيبرز. هل هذا يعني هي طريقة الوضع أسئلة لطالب متخرج من كلية الطب يعني أول امبارح حط له تجيب له أسئلة من أرتك؟ هذا بقيس مهارة الطالب بقراءة المقالات، يعني ما بعرف هذا مش كثير منطقي إنك يعني لو جبت أنت الأسئلة هاي مثلاً لمقيمين أو واحد بده يصير أخصائي، يعني إيش هذا منطق؟ لازم تجيب لهم أنت أشياء up to date وتكون articles بتعتمد على أشياء يعني recently يعني discussed. أما أنت طالب متخرج بدارس جراحة تختبره أنت بالجراحة، لازم تجيب له أشياء يعني تختبر يعني طريقته في التشخيص، سواء التشخيص السريري أو التشخيص الinvestigation أو laboratory diagnosis أو first step في management الأشياء الكومن. هذا الإشي المنطقي أنك تختبره فيه، ما تجيب له أشياء عليها ديبات وعليها خلاف، لأنه أنت هسه لما تروح على بعض other institution ما بيعتمدوا على بشكل رئيسي على history physical examination. بأخذوا history physical examination وبيعملوا للمريض إيش؟ بيعملوا للمريض CBC وشيكوا البلاتلت، وبيعملوا للمريض coagulation profile، بيعملوا له BT وBC وINR بأحد institution وبأحد medical health system، وبأذر بجوز medical health system يحكي لك لا بنكتفي إحنا بس بالhistory physical examination. يعني الموضوع بي بصراحه مش الدكتور البي اللي هو انك تاخذ هيستوري من المريض وتشوف المريض هل عامل عمليات جراحيه سابقه ولا لا، واذا عمل عمليات شو اذا صار عنده ايش كومبليكيشن، صار عنده بليدنج ولا لا. هذا معنى بالهيستوري، هي من ناحيه اللي هي سيرجيكال هيستوري. ومن ناحيه الهيستوري كمان تسال المريض هل عنده بحياته العمليه هل عنده اي بليدنج مانيفيستيشن ولا لا، هل مثلا لما يفرشي اسنانه بصير عنده نزيف، هل مثلا لما مثلا يصير اي كدمه عنده بصير عنده نزيف. هي معناها من الهيستوري اللي هي بليدنج هيستوري. فيزيكال اكزامينشن تعمل له فيزيكال اكزامينشن تشوف هل في اي علامات للبليدنج، نزيف سواء نزيف على السكن او بالجوينت او بال او بالميكوزا او بالهاي. واضح هسه مش ريلايبل لانه هي بتعتمد على طريقه اخذ الهيستوري وطريقه عمل الفيزيكال اكزامينشن. انا دكتور صايب بيحكي انه هذا انريلايبل، ما بنقدر نعتمد، ما بنقدر نوثق فيه. هسه بنقدر نوثق فيه اذا كنا ماخذين بروبر فول هيستوري اللي هو كومبليت هيستوري، واذا كنا عاملين بروبر فيزيكال اكزامينشن. اما اذا كان والله مش ماخذين في الهيستوري
مش عاملين بروبر فيزيكال اكزامينيشن بيكون انريلايبل. صحيح دكتور صحيح واضح. طيب هاي انا الارتكل حكيت لك عنها بحكي لك هاي الارتكل. The evidence indicated that coagulation tests were poor predictor of bleeding and that the patient undergoing surgery should have bleeding history taken. هاي هذا بحكي لك patient with negative bleeding history did not require coagulation screening. وهذا من الconclusion للارتكل اللي ما هي هاي الارتكل موجودة بالمجلة, يعني احد الارتكل موجودة باحد المجلات. فهذا يعني تطلعوا. لذلك أنا بحكي للطالب اقرأ أسئلة الامتياز السابقة. إذا قرأت أسئلة الامتياز احتمال أكيد يعني جزء من الأفكار هاي اللي بتيجي بيظل يكررها أو بجيب منها, فهذا بساعدك إنك تعرف كيف طريقة الامتحان وكيف هو بفكر وضع الأسئلة. All of the following are conditions associated with low cardiac output except early septic shock. شو رأيك كل early septic shock؟ septic shock شو الميكانيزم of hypotension في septic shock؟ ما هو الميكانيزم of hypotension في septic shock؟ vasodilation. شو المنطقي انه الهارت to react للvasodilation هاي اللي صارت increase the cardiac output. لذلك المنطقي في الearly septic shock شو نلاقي الcardiac output نلاقي هاي ولا لو لو الاصل في الearly اذا كان عندي انا healthy person والكمبنساتوري ميكانيزم شغالة لأصلا نلاقي الكارديك أوتبوت هاي عالي. لذلك هاي الجملة شمالها غلط. طب لو حط لي ليت سبتك شوك هل بتصير صح ولا غلط؟ غلط غلط. الليت سبتك شوك منطقي في الليت سبتك شوك المريض بصير عنده هسا. لذلك في السبتك شوك شو المانجمنت اللي بنعملها احنا في السبتك شوك؟ إذا بدي أعطي للمريض أدوية عشان ترفع الضغط شو المنطقي نعطيه؟ نعطيه فازو بريسر ولا نعطيه اينوتروبيك ايجنت؟ فازو بريسر دكتور. فازو بريسرز تعطيه فازو بريسرز. واضح. مين اشهر فازو بريسر بيستخدم؟ نور ادرينالين. نور ايش؟ ادرينالين. اما اذا اعطيت المريض في الايرلي سيبتك شوك اعطيته انت دواء اينوتروبيك زي مين؟ زي انك اعطيته مثلا دوبيوتامين او اعطيته مثلا دوبيوتامين او اعطيته مثلا ادويه لها فازوبريسر. اهم واحد هو الدوبيوتامين له اينوتروبيك افكت. الدوبيوتامين بالعكس ما بيساعد المرضى هذول, بالعكس بدخل المريض بايش اذا اعطيته دوبيوتامين في الايرلي شوك؟ بتدخله بايش؟ بي هاي كاردياك اوتبوت هارت ايش؟ هارت فيلر. لانه الكارديك اوتبوت اوريدي عنده عالي, انت بتعطي دوبيتامين بترفع الكارديك اوتبوت بزياده, فالمريض بيدخل بهاي اوتبوت هارت فيلر وما بتساعده. ليت ستيج سيبتك شوك هو اللي بيجي بلو كارديك اوتبوت, الايرلي ستيج بيجي بهاي كارديك اوتبوت. لازم تعرف الجدول هذا بشكل كويس. هيو البام فانكشن في الهايبوفوليميا في الايرلي بيكون نورمال, في الليت بينزل. الكارديوجينيك بيكون لو. البام فانكشن يعني الكارديك اوتبوت او الاجكشن فراكشن. ديستريبيوتيف شوك في البداية لاحظوا هاي شو قالوا في البداية distributive اللي هو إيش distributive اللي هم السبتك ومين والأنافيلاكتك مين كمان سبتك أنافيلاكتك ومين كمان ال سبتك أنافيلاكتك and neuro إيش neurogenic shock. لاحظوا إنه في البداية بيكون عالي بعدين في الليت بيصير شماله بيصير له, فهاي انتبهوا لها. طيب نيجي للبعديها بحكي لك donated blood is screened for all of the following except البلد اللي نتبرع فيه لبنك الدم نعمل له screening لكل الآتي ما عدا hepatitis B يعملوا له ولا لا في الأردن؟ يس أكيد يعملوا له. hepatitis C أكيد the most common اللي بعرف إنه بيعملوا له, ما أعرف إذا بيعملوا له. HIV كمان بيعملوا له. سيفلس تروبينوما بليدم كمان بيعملوا له. سيتوميجالو فيروس بيعملوا عندنا بالأردن, ما أتوقع أنهم بيعملوا سيتوميجالو فيروس. واضح. بعض الدول بيعملوا سيتوميجالو فيروس, في دول أخرى ما بيعملوا. عندنا بالأردن ما بعرف الله إذا بيعملوا ولا لا, بس أتوقع أنه ما بيعملوا للسيتوميجالو فيروس. في بعض الدول الأخرى بيعملوا للسيتوميجالو فيروس. واضح. عندنا بالأردن أتوقع السيتوميجالو فيروس ما بيعملوا. واضح النقطة اللي ما بيعملوا السيتوميجالو فيروس. الباقيات كلهم بيعملوا لهم. واضح. يعني حتى هذا السؤال أنت لما تطلع عليه
بتلاقيه يعني جوابه بتلاقيه بسهوله لما تطلع على الدور عليه. صدق ما بتلاقي جوابه بسهوله لانه عليه خلاف هذا الشيء. يعني السيتوميغالوفيروس هي انا جايب لك هي طلب بحكي لك this number or estimates range are given in some viruses where different database and analysis given to generate slightly different number. على كل in United States blood is routinely screened for syphilis, for hepatitis B, for hepatitis C and HIV and HIV type 1 and type 2 and HTLV 1 and HTLV 2 and West Nile virus and trypanosoma cruzi. هسا بحكي لك CMV serology testing is not routine. CMV is not routine يعني في بعض المناطق باليو اس اي بيعملوها او بعض الولايات, بعض الولايات ما بيعملوها. ما بعرف شو ليش يجيبوا سؤال زي هيك. انا صدقا ما يعني عن جد انا نفسي اعرف ايش الفكره من سؤال زي هيك. ايش زي هيك ايش يعني هذا ايش الفائده العلميه من طالب يعرف المعلومه هاي انه بنعمل فحص ستونغال فيروس ولا لا. ما بعرف مش عارف شو الجول, ما هو الجول من السؤال زي هيك. يعني ايش الجول من السؤال زي هيك ما بعرف. على كل حال جواب على الأغلب ستومنجالوفيروس. سؤال 23 Which of the following blood product carry the highest risk of transmission of bacterial infection? شو رأيكو؟ Platelet concentrate, cryo precipitate ولا whole blood ولا bacterial blood cell ولا fresh frozen plasma؟ ده بيعرف شو هو؟ Highest risk of platelet. الجواب هو platelet. Platelet واضح. Platelet تخزن عنو حرارة. عنو حرارة, حرارة 20 إلى 24 اللي هي إيش هاي الحرارة؟ room temperature صح؟ هاي لأنه البلاتلت تخزن على هاي الحرارة هذا بيرفع الريسك of bacterial infection. على العكس من الباقي البلد برودكت. باقي البلد برودكت كيف تخزن؟ باكت البصل قديش درجة الحرارة الباكت البصل؟ 4 fresh frozen من اسمها frozen واضح. هو البلد بتكون زي البلد في 4 درجة الحرارة. كريو بسبتيت كمان هاي تستخلص من الفريش فروزن فدرجة الحرارة بتكون لو. أما البليتلت هاي تخزن ستورد على روم تمبرتشر لذلك الريسك اوف انفكشن فيها عالي. لذلك الجواب هو بليتلت كونسنتريت. طب هاي الريسك اوف انفكشن, ريسك اوف فيرال اند باكتيريال انفكشن فولوينج ترانسفيوجن اوف بلاد. هيباتيتس بي فيروس 1 في الواحد إلى واحد, واحد لكل مليون إلى واحد لكل مليون ونص. هيباتيتس سي واحد لكل مليونين لواحد لكل مليونين وستة. HTLV في عندي أنا واحد لكل 2.7 مليون. HIV 1 and 2 واحد لكل 1.6 مليون لواحد لكل 2.3 مليون. طلعوا هون حأحكي لك الفيروسس. بحكي لك بالنسبة للبليتلت, البليتلت الريسك طلعوا with هذول الفيروسس with whole blood. هذا الحكي وين؟ في whole blood risk infection. لاحظوا whole blood, لاحظوا في البليتلت الأرقام شو بتصير. هنا كنا نحكي عن مليون, هنا البلازما بلاز, هنا الحكي عن البلازما, بعدين الحكي هنا على البليتلت. البليتلت لاحظوا الأرقام شو الرقم بصير. واحد لكل قديش؟ لكل 50,000, واحد لكل 80,000 of transfused platelet. لذلك risk of infection في البليتلت شو ماله؟ أعلى إشي, أعلى إشي. واضح النقطة ولا لا؟ فهاي انتبهوا لها. طيب نيجي لبعديها سؤال 24 All of the following are true about liver high data cyst except. سؤال عن الليفر high data cyst. It is more common in right liver loop. شو رأيكم؟ معظم الباثولوجي في الليفر وين بتكون موجودة؟ في الرايت ولا بالليفت لوب؟ معظم الباثولوجي في الليفر in general هي في الرايت لوب. رايت لوب هو الأكبر أصلاً. واضح؟ The sensitivity of ELISA test اللي هو السيرولوجي تيست, أنا نطلع على الانتيبادي تبعون الكونوكوكس جرانوزس, توصل إلى 5%. شو رأيكم هاي صحيحة ولا لا؟ صحيحة هاي قد تكون. When possible complete surgical excision of the cyst without rupture. نحاول ما نعمل rupture ونعمل complete excision حتى لو أخذنا جزء من الليفر. هل هاي صحيحة عن الليفر هيدات السيست ولا لا؟ ليش بنخاف؟ ليش بنخاف من الربتشر؟ إحنا شو بتعمل؟ أنها بتعمل أنافيلاكسس, أنها بتعمل أنافيلاكسس, بتعمل أنافيلاكتيك شوك, بتعمل بيريتونايتس, بتعمل يعني بتعمل أنافيلاكتيك رياكشن ويمكن تعمل ديث. سمول سيست كان بي مانجد, إذا كان سمول سيست في الليفر ممكن نعالجه كونزرفاتيف ألبندازول ونعمل له أوبزرفيشن. شو رأيك هاي صحيحة ولا لا؟ الجملة هاي كمان صحيحة.
إذا كان small cyst نعملها إحنا observation هذا. Water lily appearance. Water lily appearance indicate high activity of the cyst. هل هاي صح ولا لا؟ هذا بيعرف هاي الجملة غلط. Water lily cyst هاي بتدل على new stage of the cyst. بتدل على مش active stage. بتدل إنه cyst تحول من active إلى إيش؟ تحول active إلى إيش؟ هاي في عندي أنا active stage في عندي أنا inactive stage. التحول من active إلى inactive بيظهر لنا علامة اسمها water lily sign. واضح؟ فهاي بتدل على transitional sign أو على transitional stage. فهاي هي الجملة water lily sign appears indicate high activity. غلط، هي ما بتدل على high activity. العلامات بتدل على high activity هاي هم إن نلاقي double line sign، هاي العلامة double line sign، أو double line sign، أو نلاقي honeycomb appearance أو rosette like appearance cyst. هذول بدلوا على active stage. الwater lily sign أو daughter cyst هذول بدلوا على إيش؟ على transitional stage. وإذا لقيت daughter cyst اختفوا no daughter cyst، أو لقيت heterogeneous hypoechoic أو hyperechoic content هذول بدلوا على inactive stage. solid أو calcification هاي مهمة بتدل على inactive stage. هذا هاي هي ال WHO classification of cystic conical causes سواء في الليفر أو حتى في السبين أو بالأعضاء بشكل عام. أهم أعضاء هي الليفر والسبين. واضح النقطة ولا لا؟ مش سهل السؤال هذا، يعني ما بعرف، مش كثير منطقي إنه السؤال سواء مش سهل هذا. على كل حال هاي الكونوكوكس ديزيز أنا شارع عنه بشكل هيك مختصر. كلينيكال مانيفستيشن كيف بيجو، دياجنوزس كيف نعمل دياجنوزس من ناحية. السؤال بعد سؤال 25 بيقول لك 25 year old female patient brought to national ambulance into emergency room after motor vehicle accident. She has suffered obvious head trauma. On physical examination patient has altered mental state. She opens eye to painful stimuli. قديش هاي بتأخذ؟ painful stimuli 3 3. ال painful stimuli 3. ليش 3؟ لا، اذا كانت spontaneously 4، اذا كانت للفويس 3، اذا كانت للبين 2. she speaks inappropriate word قديش هي بتاخذ في الفيربال؟ اذا كانت fully oriented in time place and person ناخذ قديش؟ 5. إذا كانت تحكي sentences تأخذ قديش؟ 4. إذا بتحكي words تأخذ قديش؟ 3. إذا بتطلع voices تأخذ 2. إذا ما بتحكي ولا إشي بتأخذ 1. فهاي في 3. وبحكي لك آخر شيء، she has abnormal flexion response to painful stimuli. abnormal flexion response قديش بأخذ؟ 3. بأخذ 3. إذا إيش بصير الجواب هنا؟ 3 3 و 2. 3 3 2 قديش؟ 8. شو النكست ستيب لهاي المريضة بالطوارئ؟ intubation. intubation. I have to secure the airway. intubation. واضح intubation. يا ممتاز. هاي الجي سي اس، يعني مهم الجي سي اس، انتبهوا له. سؤال بعدي 16 year old female present with central colic abdominal pain. Vomiting. She has also been constipated for in the past few days. Clinical examination revealed distended abdomen with increased bowel sound. هذا ماشي مع bowel obstruction. Plain abdominal X-ray confirmed feature small bowel obstruction and pneumobilia. Pneumobilia. في عندي أنا air في the biliary tract. إيش هذا بدل وجود air في the biliary tract؟ Based on given clinical case scenario and radiological finding, what's the most likely finding or most likely diagnosis? Adhesions. عامل small bowel obstruction ولا inguinal hernia ولا small bowel obstruction ولا gallstone ileus ولا paralytic ileus؟ شو الجواب؟ gallstone ileus. هون شو المانجمنت لها؟ شو المانجمنت لها؟ emergency ايش؟ emergency ايش؟ laparotomy. هاي بدها emergency ايش؟ لابراتوري. لازم تفتح الامعاء وتقيم الستون. على الرغم انه شو اسمها مسمينها هم؟ شو مسمينها؟
سمينها إيلياس. هل هي إيلياس هي؟ هل هي إيلياس ولا هي مش إيلياس؟ هل لها هل هل, هل 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 لها علاقة بالإيلياس من قريب أو من بعيد؟ هل الجولستون إيلياس لها أي علاقة بالإيلياس؟ هل الجولستون إيلياس هي إيلياس؟ الجواب لا، الجولستون إيلياس هي مش إيلياس، والله نقطة لا. ولكن التسمية هاي تم وصفها قبل 100 سنة أو قبل 70 سنة، وصفت بالكتب إنها إيلياس، ولحد الآن عمالها عم تون وصف إيلياس، لأنه هي فعليا ما لها أي علاقة بالإيلياس. الإيلياس شو يعني إيلياس؟ اللي هو إيش؟ functional bowel obstruction أو absent of peristaltic of the bowel. هاي هي الإيلياس، هي paralytic إيلياس. الجولستون إيلياس ما لها علاقة، ولكن هي لذلك هون الجولستون إيلياس علاجها علاجها سيرجيكال. هاي مثال على النوموبيليا، هاي مثال على النوموبيليا. لاحظوا هنا في عندي أنا اير، هذا الاير كله موجود في البيليال تراكت. طيب نيجي السؤال الثاني. most common cause of sudden painless massive lower GI bleeding in general هو انجيودسبليزيا ولا فولفولاس ولا دايفرتيكولار ديزيز ولا انفراتيبول ديزيز ولا كولون كانسر؟ اكيد كلكم بتعرفوا انه شو ماله دايفرتيكولار ديزيز. هذا يمثل النسبه الكبرى. دايفرتيكولار ديزيز هو الموست كومن كوز، نسبته بتوصل الى 15 الى 55% من اللور جي اي بليدنج هو الموست كومن كوز. صار 28 عن الهيمارويد. اباوت هيمارويد، all of the following statement are true except conservative therapy is used for low degree hemorrhoid اللي هو الدرجة الأولى والثانية والثالثة. صحيحة هاي. third degree characterized by bleed, prolapse and reduction spontaneously. هذا لمين characteristic؟ bleeding, prolapse and reduction spontaneously. للثيرد ولا للسكند؟ second degree. second degree. third degree شو خصائصه؟ reduced manual. It's required manual reduction أو واضح أو بالفنجر. هذا internal hemorrhoid are usually painless. أكيد ال internal painless على العكس من ال external. hemorrhoidectomy is required for refractory hemorrhoid and most fourth degree hemorrhoid. أكيد most common symptom of hemorrhoid هو bleeding and prolapse. أكيد صحيح. ذكرينا عشان تأخذها معك على المطار، على الأرض ولا بالحمام؟ خلص نشتري واحدة غير، هنسك عادي نجيب واحدة رشاش زي بدك. طب ليش أنت حاطي إيدك عيدك؟ السؤال البعدي في عندي أنا اللي هو سؤال 29. 45 year old male patient present to emergency department Jordan University Hospital. She complained of dizziness, intense pain in his left upper abdomen. في عندي أنا dizziness, intense pain, left upper quadrant. In hospital he complained of pain in his left shoulder tip. في عندي pain في left shoulder tip. Had rigidity and rebound tenderness for left hypochondrial left upper quadrant until the age of 20 years. He lived in tropical area and he was suffered from hydatid disease. إيش منفكر بهاي الحالة؟ hydatid disease قبل 20 سنة. hydatid disease يمكن تعمل إيش؟ cyst. والcyst هذا يمكن يكون وين موجود؟ في السبلين. وهذا cyst يمكن بأي لحظة شو يصير فيه؟ يمكن يصير فيه تو رابتشر. لذلك هون حط لك سبينيك هيماتوم، حط لك سبينيك انفاكشن، حط لك سبينيك سيستربتشر، حط لك سبينيك ابسس بينيوميجلي. جواب على الاغلب هو سبينيك سيستربتشر از ا كومبليكيشن للهايداتد ديزيز. ويمكن هاي تصير بعد 10 او 20 او 30 سنه. يس في حالات كثيره اكيد هايداتد سيست بتكون سايلنت، وبعد 10 او 15 سنه بصير فيها كومبليكيشن اكيد. هون عم لاحظوا الكل كوزز ركزوا عليه. واضح دكتور؟ الهايداتد سيست مش بيكون باللنج؟ ممكن يكون بأي مكان. most common most common بال most common لا مش باللنج، most common بالليفر. قصدي بيكون بالليفر وبيروح لللنج. most common site بالليفر. بسكر most common site باللنج، ويمكن يروح على السبلين، يمكن يروح على أي عضو، على السبلين، على الليفر، على الكدني، يمكن يكون بأي مكان هذا بنتشر. طيب about inguinal hernia مرة أخرى. inguinal hernia مواضيع مهمة بنصير ركزوا عليها. about inguinal hernia all things stand are correct except obesity is a risk factor. obesity هي risk factor ولا protective factor للهيرنيا؟ protective factor. ال thin low weight أو underweight هم ال risk factor. congenital inguinal hernia due to failure of process vaginalis to close. هل هاي صحيحة؟ congenital inguinal hernia هي failure of process vaginalis to close. أكيد. acquired hernia are due to weakening of fibromuscular tissue of the body wall.
صحيح الأكوارتي أنا سببها ويكنس في المصل indirect inguinal hernia are the most common type of hernia in both male and female. صحيح هاي ولا طب شو هي نوع الهرنيا الموجود عند الفيميل أكثر من المال؟ femoral. femoral هرنيا ممتاز. indirect inguinal hernia lie lateral to inferior epigastric artery. شو رأيكو indirect بتكون lateral ولا medial؟ هاي inferior epigastric artery. إذا الهرنيا طالع من هون عن طريق الهيسلباك ترانجل شو اسمها هاي؟ دايركت انجوانال هيرنيا. إذا الهيرنا طالع من هنا اللي هو لاترال شو بكون اسمها؟ دايركت انجوانال هيرنيا. فالهيرنا اللي بتيجي لاترال لاترال للانفيريور ابيغاستريك فيزل اسمها اندايركت انجوانال هيرنيا، والهيرنا اللي بتيجي ميديال للانفيريور ابيغاستريك فيزل بتكون اسمها دايركت انجوانال هيرنيا، لأنه هنا أنا هي وسط الجسم، هي الامبلايكس وهي اللور ليمب، هي الجروين وهي الانجوانال كانال. الهيرنا اللي بتطلع من هون شو اسمها؟ below inguinal canal أو below femoral hernia. وين موقع ال femoral vein وال femoral artery مقارنة مع ال hernia femoral hernia؟ شو مالهم ال femoral vein وال femoral artery؟ medial ولا lateral؟ medial ولا lateral؟ شو رأيكو femoral vein femoral artery medial ولا lateral ال femoral hernia؟ lateral. lateral ممتاز. طب لو سألني الفيمورال هيرنا بالنسبة للفيمورال أرتري والفيمورال فين؟ ميديال. ميديال واضح. هذا دائما أسئلة بتيجي في الامتحانات انتبه لها ما تخرطيها. هون حط لك أنا الأجوبة. خلصنا هون، يعطيكم ألف عافية، أسف على الإطالة. وإذا بدكم أي استفسار أنا جاهز. حد عنده أي سؤال؟ دكتور ممكن تعطينا الجوجل درايف حتى نأخذ الماتيريال هاي اللي شرحناها؟ ببعث أي حدا يتواصل معي وأنا ببعث له اللينك، ما في مشكلة. عن جد يعطيك العافية دكتور. الله يعطيك العافية دكتور. المرة الماضية ما اشتغل الجوجل درايف اللي بعثت لنا إياه. ببعثه مرة ثانية طبعا بارح ببعث. طلب مننا أنه لازم أنت تعطينا أكسس عليه. ماشي بفتح الأكسس عليه أنا وبشوف إن شاء الله. شكرا شكرا لك دكتور، الله يعطيك العافية. يعطيكم العافية، السلام عليكم.